الرائد والهلال. هذه طبعا من اصعب المباريات اللي تواجه الهلال، ظروف مختلفه. اولا الرائد متذيل الترتيب وعلى ملعبه، وبين جمهور نفذ التذاكر، والفريق يعني فرصته امام الهلال، والهلال الضوء عليه كبير جدا خاصه بعد الاستقطابات الجديده. الهلال منطقيا الهلال الاقرب، الهلال عنده عناصر، ولكن الى الان الهلال غير مقنع لجمهوره. المدرب مدرب كبير جيد، يعني عنده تكتيك وعنده اشياء كثيره، ولكن حتى الان لم نشاهد الهلال بالصوره اللي تجعل محبيه يعني يطمئنون على وضع الفريق. كان يردد دائما انه يحتاج الى لاعب صندوق، والان تعاقدوا واحد من افضل المهاجمين، ما يحتاج سي في يعني يتحدث عن كل هالامور. يعني الاسماء وشفناها في النصر، وشفناها في حتى في الاهلي وفي الاتحاد، الاسماء فقط لا تكفي، لابد من لمسات تدريبيه، لابد من تكتيك معين يعطي شخصيه الفريق. الى الان لم يقنعني اي فريق رامو، خاصه فرق الصندوق اللي يسمونها فنيا يعني حتى الان ما في فريق. صحيح انها ثاني مباراه، انا نقول ثالث مباراه الان، اتمنى يكون فيه لمسه واضحه. بالنسبه للهلال العناصر موجوده، المنطق يقول الهلال اقرب حتى لو بعيد عن جمهوره، ولكن اذا اجاد التوظيف، لانه الهلال اعتدنا يسيطر والفريق الاخر يدافع، وهجمات تقليديه يعني ما في شيء جديد، ما في مناوره، ما في تهديف من برا المنطقه. اعتقد ان الهلال يقدر يحاسمها باهداف من بدايه الشوط الاول اذا احترم الرائد ولم يسكن الى وضعه السابق مباراتين الاخيره. الرائد فريق لغز حتى لو بدايه موسم، ولكن يظل هذا الفريق متعب لجمهوره، حتى الان ما قدم شيء يشفع. المدرب يبدو عليه الان الضوء انه حتى ما بانت بصمته. اتمنى يعني كمحايد اتمنى ان الرائد يرد اعتباره امام جمهوره، واتمنى ايضا الهلال نفس الشيء يقدر الضخ اللي صار للفريق والاستقطابات الجميله. هي مباراه ممتعه جدا، لان الهلال والرائد دائما مباريات مثيره. التوقعات تروح لصالح الهلال.